جالك دوتا حاضر ومي اي دوتا مسيحيه واي كورمانجا واي عربه اختلاف هذا نافي نادي دب كيوان اختلاف دبن اي مي كورمانجا معروف الشيخاني كورمانجي اي وانا تشوبي دب شاي اي مسيحيه جي شرقيه رقصي ما جي هنا ام دعوتي اي مكوناتي عربي ام حاضر بونه وتقريبا يعني نفس تشابهتي ده هي عادات باعتبار عادات وتقاليد بين مجتمعي وكفن شبيه نفسه يعني نفس دعوة إيوان نزيك دعوة إيمانه. بو دعوة إيما وهرتامة وفرقية هرتامة وعربة صالم صالتين أو جتين مطرب جتين في الكلور ما هي رقصة ما هي الحالة ما أوانج الحالة وأنا هي هناك في الكلور فرقية ودلبس داي بس. أنا من المكون المسيحي السرياني في مدينة القامشلي، لقد حضرت أعراس من أصدقائي الكراد ولا أصدقائي العرب حيث متشابهة أغلبيتهم مع بعض، يوجد خلاف أوجه بسيط وكلة نفس العادات والتقاليد ومجتمع واحد وعادات وتقاليد نفس تقريبا. نحن في عنا رفقات من المكون المسيحي ومكون العربي، نحن بنحضر لهم احتفالات ومناسبات وهن بيحضروا لنا، ما في هالاختلاف الكبير بالاحتفال والمناسبات، بس اختلافات بسيطة مثلا بطريقة اللبس وبالأغاني. يعني نحن بشكل عام كلياتنا متأثرين بنفس الثقافة. أنا من المكون العربي أقيم بالمالكية، أحضر أعراس أخواننا الكراد وأخواننا المسيحية، ما في فرق، نفس العادات والتقاليد. بروح على أعراس العرب والمسيحية، بس العادات والتقاليد تبعهم تختلف كثير عن عادات التقاليد تبعنا. بالنسبة للعادات الطوائف العربية يعني ما في تنظيم بالعرس كامل، يعني أحيانا يصير اختلافات بين أشخاص، ما بحب يعني أروح على عرس. يعني عادات وتقاليد اللي عندنا أحسن وأفضل كتنظيميا. أم درن داوتي عربها جي وطوائفه ديجي وكردا وقش بوني وكف مشترك أف رقصي كرمانجي شيخاني كرمانجي عادي درقصن وامجي اي عربي درقصن قشبويه يعني نفس ثقافتك ومنطقيك. يعني اذا بدنا نحكي عن الاعراس بين كافه الفئات ان كان عربي او سرياني او كردي فما في اختلاف بالنسبه للحفلات بالنسبه للاعراس. حضرت كثير انا من انواع من الحفلات والاعراس فما كان هذاك الاختلاف الكبير كوننا انه صار لنا مئات السنين عايشين مع بعض. عم نحضر حفلات وعروسة نحن وأخواننا الأكراد ونقعد بالشرادق وبالمقاصف ونقعد ونشرب ونتعشى وسهراتنا ورقص نفس العادات والتقاليد، ما في فرق بيننا أبدا ولا شيء.